our special guest, I assure you that we will have a resolution today that we would have an adjustable podium. Is that okay? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية السيدة شيخة حسينة معالي السيد أبو الحسن محمود علي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش معالي نائب رئيس وزراء تركيا أصحاب السمو والمعالي رؤساء الوفود السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلتئم شمل هذا الاجتماع المهم في مرحلة حاسمة تمر بها أمتنا الإسلامية والأحداث المتصلة والمستجدة تلقي على عواتقنا مسؤوليات ثقيلة يقابلها عزمكم الصادق على الاطلاع بمتطلبات المرحلة ومواجهة تحدياتها بحكمة وروية وسداد لقد كتبت لهذه المدينة الجميلة دكا أن يعقد فيها هذا المؤتمر وقضايا عالمنا الإسلامي تزداد صعوبة وتعقيدا وتلقي بظلالها على المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسمحوا لي أصحاب السمو والمعالي بالتأكيد على ما سبق من شكر وامتنان لدولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية السيدة الشيخة حسينة ابنة أبو الأمة بونغو بوندو شيخ مجيب الرحمن على تواصل دعمها لمنظمة التعاون الإسلامي ورعايتها الكريمة لهذا المؤتمر والشكر موصول لحكومة جمهورية بنغلاديش على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال غير المستغربة على هذا الشعب العظيم والشكر موصول لجمهورية كوتوفوا على استضافتها للدورة السابقة لمؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي كما أعرب في هذا المقام عن صادق الامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية دولة مقر الأمانة العامة للمنظمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهم الدائم والمستمر لمنظمة التعاون الإسلامي فالمملكة العربية السعودية تؤكد في كل مناسبة أن القدس والقضية الفلسطينية حاضرة في قلب اهتمامها وكانت القمة العربية في الظهران قبل عدة أيام خير شاهد على تطابق الأقوال والأفعال حيث أطلق خادم الحرمين الشريفين قمة القدس داعما في موقف نبيل غير مستغرب أوقاف القدس الشرقية $150 مليون والأونروا بمبلغ $50 مليون أصحاب المعالي السيدات والسادة فيما تتراكم التحديات وتزداد تعقيدا وتتفاقم الأزمات ويتعاظم القلق تتطلع الشعوب المسلمة والعالم من حولنا إلى منظمتكم التي تأسست من أجل الحفاظ على موقف إسلامي موحد في وجه التحديات وأولها التشتت الذي يحول دون اتخاذ قرارات متوافقة حول القضايا المصيرية وما اجتماعنا اليوم إلا سانحة تعقد كل عام لرص الصفوف وتوحيد المواقف لما يخدم قضايا الأمة وطموحاتها والسلام العالمي نجتمع اليوم بعد سنة مليئة بالأحداث في صدارتها الشأن الفلسطيني الذي من فك يستحوذ على اهتمامات وانشغالات المنظمة وما من شك أن عامي 2017 و2018 قد شكل معا مرحلة شديدة الصعوبة وضعت القضية الفلسطينية على المحك في ظل عجز دولي غير مسبوق يدفع باتجاه المزيد من التدهور خاصة بأعداء إعلان القدس الولايات المتحدة القدس الشريفة عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة وكذلك تجميد مساهماتها المالية في موازنة وكالة وتشغيل اللاجئين الأونروا وهي تطورات استدعت قمة إسلامية حول القدس الشريف في ديسمبر من العام المنصرم إن انشغال العالم الإسلامي بأزمات وتحديات إقليمية فرضت نفسها على المنطقة وأتاح المجال أمام إسرائيل وقوة الاحتلال لأن تستمرئ سياسة التوسع والتنكيل بالشعب الفلسطيني الأعزل والهيمنة عليه مع إدراكنا العميق بأن قضايا عالمنا الإسلامي تترابط مع بعضها البعض وتتصل بمدى رغبتنا في تقديم حلول عملية وواقعية فإننا نرى فإن الحل السلمي والعادل والشامل للقضية الفلسطينية مخرجاً أوسع وأشمل لكثيراً من قضايانا باعتبارها اختباراً فعلياً لإرادة دولنا وعزمها على استمرار وقفتها الجماعية في المحافل الدولية والدفع نحو الضغط على المجتمع الدولي
للتحرك وتحمل مسؤولياته تجاه القضية وتجاه قضية تواصلت على مدى أكثر من 7 عقود. إن الاستيطان والقتل والتنكيل والاعتقالات وتهويد القدس الشريف وغيرها من الانتهاكات باتت عناوين ثابتة تمر من دون أن يتحرك الضمير الإنساني لإنهاء سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي تتفاقم وتطال بشراستها أول ما تطال المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. إن حشد إرادة دولية جادة لتحريك عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ورؤية حل الدولتين هو المخرج الفعلي الذي سيلبي طموحات الشعب الفلسطيني وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 4 من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أصحاب المعالي السيدات والسادة، ليس من المستغرب أن تنكفئ قضايا مهمة تحت وطأة مأساة لم يشهدها العالم العربي من قبل، ونحن نرى استرسالا للواقع السوري الذي يزداد قتامه. نحن لا نبالغ حين نصف المشهد السوري بالخطير في ضوء الأحداث الدموية التي تشهدها مدن وقرى سوريا، فلقد شهدنا مئات الآلاف من الجثث واستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة وانتشار الإرهابي والتطرفي والنزاع الطائفي. كل ذلك يراكم فينا القلق والاستهجان ويستدعي متابعة العمل على المجتمع الدولي من أجل معاناة الشعب السوري وإيجاد حل سياسي يقوم على جنيف واحد ويتطابق مع تطلعات وطموحات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضي سوريا ويضمن لها الأمن والاستقرار. والحل السياسي يحتاج إلى استراتيجية شاملة تتوافق بشأنها الأطراف السورية وتدعمها القوى الكبرى، ومع ذلك فنحن لا نألو جهدا في المساهمة بما نستطيع عليه من أجل إخماد الأزمات هنا وهناك. ففي العراق وبعد أن حقق انتصاره التاريخي على قوى الظلام والتطرف والإرهاب، بدأت المنظمة بالفعل عملية المصالحة الوطنية السياسية التي انطلقت ضمنيا في 10 من ديسمبر 2017، حيث التأمت أعمال مؤتمر النخب التحضيري بتنظيم مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي والحكومة العراقية، والذي وضع توصيات سيجري رفعها إلى مؤتمر المصالحة السياسية الشاملة في العراق الذي سينعقد بالتنسيق مع الحكومة العراقية بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي في العراق. في اليمن نؤكد من جديد وقوفنا الثابت بجانب الحكومة الشرعية والتحالف العربي، كما نجدد دعمنا أيضا للمبادرة الخليجية ولجهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد من أجل بلوغ حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك بما يحقق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والمحافظة على وحدة الأراضي اليمنية. وعلى الصعيد الإنساني عملت المنظمة ولا تزال بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات والإعانات للشعب اليمني. وأنتهز في هذه السياق لأشكر حكومة المملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل الذي يقدمانه لليمن على الصعيدين الإنساني والتنموي، والتي كان آخرها تبرع المملكة $500 مليار سلمت للأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن عام 2018، وذلك خلال مؤتمر المانحين المخصص لتمويل الاستجابة الإنسانية لعام 2018 نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة سويسرا والسويد 3 أبريل 2018. كما تشيد المنظمة بالمساهمات السخية المقدمة لليمن من قبل باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ويستحضر هنا ضرورة التأكيد على موقفنا المندد وبشدة لإطلاق الحوثي صواريخ بالستية على أراضي المملكة العربية السعودية ومن يمده بالسلاح وفقا لميثاق والقرارات الصادرة عن المنظمة لما في ذلك من خطر على حياة المواطنين والمقيمين الأبرياء على أراضي المملكة وانتهاك لسيادتها وعدوان صارخا عليها. أما في ليبيا فقد دعونا ولا نزال الأطراف الليبية ذات الصلة إلى احترام والالتزام ببنود واتفاق الصخيرات الذي يمثل الحل الواقعي والعملي في الفترة الراهنة لاستتباب الأمن والسلام والاستقرار في البلاد وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أساس وحدة ليبيا وسلامة أراضيها،
كما ندعو إلى التعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الذي ندعم جهوده في مهمته في ليبيا، وتراقب المنظمة الخطوات التي يقطعها الصومال نحو الاستقرار والتنمية والازدهار. ولقد نددنا بأشد العبارات بكل الجرائم الإرهابية التي شهدها الصومال في الأشهر الأخيرة، ونأمل أن يتمكن الصومال في طي صفحتها نهائياً، ونثمن كذلك قراركم الذي سوف يصدر عن اجتماعكم لتعزيز مكتب المنظمة في مقديشو، وندعو الدول الأعضاء لتقديم الدعم اللازم المالي لذلك. وإذ نؤكد الالتزام بمواصلة الجهود من أجل بلوغ السلام الشامل في جمهورية مالي جنباً إلى جنب مع المساهمة في جهود إعمار المناطق الشمالية هناك، فإن المنظمة تواصل العمل الدؤوب كذلك من أجل ضمان حقوق الأقليات المسلمة في جمهورية أفريقيا الوسطى التي عانت من وقع الهجمات عليها. أصحاب المعالي السيدات والسادة، أن المساحة الواسعة التي تمثلها المنظمة تفرض عليها مسؤوليات جسام لقضايا وملفات عديدة، يأتي أبرزها التنسيق المستمر مع الحكومتين الأفغانية والسعودية لعقد مؤتمر دولي للعلماء حول أفغانستان، والذي سيكون انعقاده في المملكة العربية السعودية تحولاً مهماً نحو وضع أسس السلام وتجاوز العقبات لمصالحة وطنية ترسخ الاستقرار والأمان في أفغانستان. وقد اجتمع بحمد الله في الأيام القليلة الماضية مسؤولون من المملكة العربية السعودية وأفغانستان الإسلامية والأمانة العامة لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الحدث المهم. قريباً ومن المنطقة ذاتها نتابع بشكل حثيث وبقلق عميق التوتر الذي شاب أقليم جامو وكشمير، ونؤكد من جديد على حق الشعب الكشميري المشروع في تقرير مصيره وفقاً للشرعية الدولية. ونتابع أيضاً وبقلق بالغ ما يجري في إقليم ناكورنو كاراباخ، وأود هنا أن أنتهز فرصة اجتماعنا هذا لأدعو المجتمع الدولي إلى المضي في مفاوضات لحل النزاع بغية وضع حد للاحتلال الأرميني وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وتجدد المنظمة دعمها للقبارصة المسلمين الأتراك وفقاً للقرارات الصادرة عنها. وهذا المنوال نفسه نجدد دعوتنا الدول الأعضاء الاعتراف بكوسوفو بناءً على حقها السيادي وممارستها الوطنية. ولقد هيمنت قضية مسلم الروهانجا بواقعها المرير على أجندة المنظمة، خاصة بعد أحداث أغسطس الماضي الدامية والتي سعت من خلالها السلطات في مينمار إلى عملية واسعة من التهجير القسري لأبناء هذه الأقلية المسلمة، مما دفع مئات الآلاف منهم إلى الهروب إلى حدود جمهورية بنغلاديش، والتي أنتهز في هذا المقام لأجزل لحكومة وشعب بنغلاديش الشكر الوفير على وقفتهم التاريخية في توفير الملاذ الآمن للمنكوبين من أبناء هذه الأقلية، ممن عانوا على مدى عقود من سياسة قمعية وعزل وتهميش. ونأمل أن يتواصل اجتماع شحذ الأفكار الذي سيعقد على هامش هذا الاجتماع إلى توصيات تصب في سياق تعزيز نيلهم حقوقهم المشروعة. ونؤكد من جانبنا التزام المنظمة مواصلة التحرك على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية لنصرة قضية شعب الروهانجا. وهنا تعمل المنظمة بكل جدية على متابعة أوضاع الجماعات المسلمة في كل من الفلبين وتايلاند وغيرها من الدول، مستندة قاعدة تقوم على الحوار والتنسيق والتشاور مع تلك الدول، مع دول تلك الأقليات، في جهد يقصد به تحسين أوضاعهم وضمان مواصلة منحهم حقوقهم لممارسة شعائرهم وفق قوانين تلك الدول، بالإضافة إلى تشجيع الأقليات على الالتزام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لكونهم مواطنون في تلك البلدان. وعلى خطى مشابهة نواصل الجهد في متابعة أوضاع الأقليات المسلمة في أوروبا وفي الغرب بشكل عام من خلال الفريق المتخصص بمتابعة أوضاع المسلمين في الدول الغربية. أصحاب المعالي السيدات والسادة، لا يمكننا الحديث عن الواقع المرير الذي يشهده العالم الإسلامي من دون تسليط الضوء على خطر التطرف العنيف والإرهاب الذي بات يضر بالسلم والأمن في منطقتنا، كما أصبح يهدد هويتنا وإرثنا الثقافي العريق وأودى بحياة آلاف الضحايا الذين راحت أرواحهم عبثاً جراء جرائمها، جرائم ارتكبها جماعات وأفراد
كرسوا كل طاقتهم لتنفيذ أجندات هدامة بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف الذي يزعمون تمثيلهم لهم والدين منه براء. إن تواصل الجرائم الإرهابية العنيفة رغم كل الاحتياطات الأمنية التي تتبعها الدول يقضي مزيداً من العمل على تفعيل منظومة القوانين والتشريعات التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ونتطلع إلى تكثيف التعاون مع المجموعة الدولية لبلورة مجموعة شاملة تأخذ بالاعتبار الأبعاد الأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية، وتركز على كافة أشكال التمييز والتطرف والفهم الخاطئ للدين الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى القضاء على مشاعر الإقصاء والعمل على إشاعة قيم التسامح والاعتدال وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان. وواصلت المنظمة جهدها المكثف في هذا الإطار، فقد حرصت على العمل بجهد للتصدي للأفكار المغلوطة والمغرضة عن الإسلام، مع السعي لتصحيح هذه الصورة المشوهة من خلال المبادرة إلى نبذ ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة. كما يسرني أن أشيد بالدور الموكل لمركز الإرسال في المنظمة، والذي يقوم بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي لمتابعة الأخبار المنشورة على وسائل الاتصال الاجتماعي، حيث ترمي إلى جنب إلى جنب مع مركز صوت الحكمة Voice of Wisdom إلى تغليب لغة العقل ونشر صور الاعتدال والتسامح والتعايش الذي يتميز به الدين الإسلامي، وتوعية الشباب بخطورة الانضمام للجماعات الإرهابية والإجرامية والتكفيرية، وتوجيههم إلى سبل تخدم دولهم والصالح العام. أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة، إن منظمة التعاون الإسلامي ولأول مرة منذ إنشائها شهدت انعطافة تاريخية نحو الارتقاء بالتكنولوجيا والبحث العلمي، الأمر الذي تجسد في عقد أول قمة من هذا النوع استضافتها جمهورية كازاخستان في سبتمبر الماضي. ولا شك أنه دليل واضح على ما توليه الدول الأعضاء في المنظمة من أهمية بخصوص تبادل وإثراء التجارب في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، وبناء تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة بطرق مثمرة ومسؤولة، مما يعزز قدراتنا ويمنحنا القدرة على المنافسة العلمية والفكرية. وفي هذا الصعيد أدت الصراعات في بعض الدول الأعضاء في المنظمة إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية، وبخاصة تلك التي تتعلق باليمن والعراق وسوريا وليبيا والصومال ونيجيريا ومنطقة بحيرة شاد، وبالطبع فلسطين التي تتطلب من الجميع ودولنا استجابة كبيرة. في هذا الإطار جهودنا في هذا الشأن، شاركت المنظمة في مؤتمرات المانحين بشأن منطقة بحيرة شاد وسوريا واليمن، وترحب بمشاركة الدول الأعضاء التي ندعوها لزيادة دعمها لعمل المنظمة، والتي تحتاج إلى توسيع نطاق جهودها من أجل منع جزء كبير من المعاناة والحد من تداعيات هذه الأزمات والحيلولة دون المجاعات وتفادي الكوارث الإنسانية التي تلوح في الأفق. أصحاب المعالي، سيدات والسادة، نسجل بارتياح ما تقوم به الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان من جهد كبير من أجل النهوض بقضايا حقوق الإنسان في العالم الإسلامي. كما أود أن أثمن التعاون المثمر والبناء الذي يجمعنا مع هيئة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وهياكلها، كما يسير التعاون بين المنظمة والمنظمات الإقليمية بصورة ثابتة وتنسيق كامل. ونخص منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وتجمع الساحل والصحراء. إن المنظمة تحرص بالأهمية نفسها على التعاون مع المجموعات الإقليمية المؤثرة في القارات الأوروبية والآسيوية والأفريقية، وتعمل كما دأبت دائما على عقد مشاورات مع الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء التي لها دور فاعل في المجموعة الدولية. في الجانب القانوني والتنظيمي للمنظمة، فقد استكملنا إجراءات التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة في إطار المنظمة، حيث صادقت 8 من الدول الأعضاء على بعض الاتفاقيات منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس. وقد قمت بتوجيه الرسائل للدول الأعضاء لحثهم على سرعة المصادقة بشأن تغيير دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى سنتين، وكذلك اعتماد مسمى منظمة التعاون الإسلامي، وأنتهز هذه الفرصة لأجدد التذكير بضرورة العمل على تسريع عملية المصادقة على هذين التعديلين
نظرا لانعكاسهما المهم والمباشر على أعمال المنظمة، بالإضافة إلى ما سبق قامت الأمانة بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المنظمات الدولية تنفيذا للقرارات الصادرة عن القمة والمجلس، والتي تم عرضها على معاليكم لاعتمادها هذا اليوم. كما أرجو منكم دعم مشروع قرار الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء لشغل مناصب في المنظمات الدولية الأخرى وفقاً لمبدأ التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء. من جهة ثانية، نبذل جهوداً مكثفة عبر مكتب المنظمة في نيويورك لتعزيز وضعية المنظمة كمراقب في الأمم المتحدة في سبيل اعتماد قرار إجرائي يمنحنا المزيد من الحقوق والمسؤوليات، وندعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم هذا التوجه. في مجال الإعلام، المنظمة تطلع بقضايا إعلامية مهمة تم بحثها خلال الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام الذي انعقد في جدة ديسمبر 2016. من ضمن تلك القضايا بحث دور الإعلامي في مكافحة الإرهاب، كما تعمل المنظمة على إنتاج أفلام قصيرة وأخرى وثائقية تقوم بتنظيم حملات إعلامية لمواجهة ظاهرتي الإرهاب والإسلاموفوبيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لنبذ العنف والتطرف والدعوة للحوار. وأود أن أؤكد لكم أهمية مواصلة الجهد من أجل استكمال متطلبات البرنامج العشري للفترة 2015-2025 الذي تم اعتماده في قمة اسطنبول الإسلامية، والذي يمثل الإطار الأمثل لإقرار خطط العمل في مجالات السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على الفقر والنهوض بحقوق الإنسان والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء. أصحاب المعالي السيدات والسادة، إن منظمة التعاون الإسلامي على أعتاب تتويج مسيرتها الخمسينية، حيث تحتفل العام القادم ببويلها الذهبي، وبذلك تودع المنظمة حقبة تاريخية مهمة وتستقبل أخرى بتحديات جديدة ومعطيات مختلفة. ويستمر عطاء المنظمة ويستمر معه مسعانا الحقيقي لإصلاح المنظمة الذي يكمن في احترامنا لمبادئ ميثاق منظمتنا وعملنا الجاد من أجل تحقيق التضامن والتكافل والتعاون البناء. ولا بد لمسيرة الإصلاح أن توثق عبر التضامن، ولا بد أن تشارك جميع الدول الأعضاء وبكافة فعالية في إعلاء راية منظمتنا وإثراء العمل الإسلامي المشترك وفي أفق بلورة مقاربة شاملة وفعالة للتعاطي مع التحديات التي تواجه منظمتنا ودولها الأعضاء. لا يفوتني تجديد تقدير العميق وامتنان الصادق لما تطلع به مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، سواء الفرعية منها أو المتخصصة أو المنتمية منها، وما تحققه من إنجازات تصب جميعها في تفعيل القرارات المعتمدة على صعيدي القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء، وتسهم بشكل ملموس في النهوض بعمل المنظمة والرفع من مكانتها. وأذكر منها على سبيل المثال الحصر البنك الإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم وصندوق التضامن الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي، إضافة إلى جميع الأجهزة المتفرعة عن المنظمة والمنتمية لها والمتخصصة منها. إن تنسيق عملنا مهم جداً، إن قوة جهودنا الجماعية، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأحث وأشجع الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في أنشطة منظمة التعاون الإسلامي التي تنظمها بعثاتنا في نيويورك وجنيف وبروكسل، وليس أقل من ذلك في أنشطة الأمانة العامة في جدة. كذلك من المهم جدا أن يتم تسديد المتأخرات المستحقة على بعض دولنا الأعضاء لكي نتمكن في الأمانة العامة من الوفاء بما تقررونه وتضعوا ثقتكم في الأمانة العامة لتنفيذه. أود أن أثني على ما ذكره معالي وزير خارجية بنغلاديش رئيس المؤتمر على أهمية إجراء إصلاح شامل للمنظمة حتى تواكب المنظمات العالمية الإصلاح، ولكن الإصلاح ينبغي أن يشمل جميع جوانب المنظمة من قبل متخصصين دوليين للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. إن هذه المنظمة هي ثمرة جهودكم وحصيلة قراراتكم وتعبر عن إرادتكم وتستمد قوتها من مواقفكم. نطلب من معاليكم دعم منظمتكم في هذه المسيرة والاستمرار في التنسيق والتشاور خدمة لقضايا أمتنا الإسلامية ورفعة مكانتها. رفع الله الغمة عن الأمة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We thank the Secretary General of OIC for his statement. Ladies and gentlemen, now the Secretary General will present a glove of the Holy Kaaba to the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister is being presented with Glove of the Holy Kaaba by the OIC Secretary General.